مشاهدينا الكرام متتبعي الأيام 24، مرحبا بكم معنا مرة أخرى من قلب محكمة الاستئناف وقضية التهامي بناني. اليوم الجلسة كتأجل إلى غاية 2 في شهر 12 بسبب احتجاج واعتصام المحامون بسبب مسودة قانون المالية 2023. اليوم غنعرفوا من الأستاذة حياة بعض التفاصيل، خليكم معنا. أستاذة حياة، اليوم كتأجل الجلسة، شنو تبغي تقول اليوم؟ السلام عليكم. اليوم الجلسة تأجلت لنهار 2 في شهر 12 نظرا للإضراب اللي قايم به الجسم المحاماة، اللي كنتمنى من الله تعالى أنه يتوفقوا فيه ويحقوا له مطالبهم. نعم، هو الجديد نورمالمون، الجديد في هذا النهار هو التلاحم ديال الناس اللي جاوا ازروني، واخا عارفين اضراب كاين وهذا، ووجودكم مشكورين. وحاجه اخرى، هو اللي الراي العام خاصو يبقى مساندني ويبقى مناضل معايا وفي تحقيق العداله وفي تحقيق مطلب ديال ملف او تحقيقات 98 اللي مازالين كنطالبوا بها، اللي كانت مشات للحفظ في 2007 انذاك، والقرص المدمج اللي هو مدرج في المرفقات ديال الملف، مدرج كعنوان ولكن كماده ما كاينش. هذا احنا مازالين كنطالبوا به وما غاديش نتنازل عليه، لانه هو بيت القصيد، هو المفصل، هو الفيصل بين القضيه ديال التهمي والحقيقه دياله. وكنزيد ناكد على الشهادتين، الشهاده اللي موجوده بالديار الكنديه والشهاده اللي كاينه هنايا في الوطن، اللي كانت قالت لي حقوه قتلوه حقوه ولحوه في البحر، تحمل مسؤوليتها وتجي وتدلي بالدلو ديالها وتخاف من الله تعالى، لان هادشي راه ضروري، كما تدين تدان، عندك ما تخسر كلمه حق، وهي راها شاهده وفي نفس الوقت راها مورطه في القضيه ديال التهامي بناني بكونها موجوده في مدرجه في الحكم ديال القاصر او الحدث انذاك، كونها كانت معهم باعتراف منه وحكم اللي موثوق به، يعني خاصها تجي وتقول اشنو وقع وشنو كان، وتعلني على الظروف الزمنيه والمكانيه ديال ذاك الحادث ديال التهامي اللي كان عيد الميلاد ديالها، بلا ما تنكر بلا ما تملط هذه المسؤوليه. هذه عيد الميلاد كاين قائم، راه نشوفوا اشنو كان في عيد الميلاد. نعم، اليوم كانوا الدفعات الشكليه وكانت اللي كانت غتقدم بهم الاستاذه زينب، انت مقتنعه بالدفعات الشكليه اللي كانت غتقدم الاستاذه زينب؟ نعم، انا مقتنعه بالدفعات الشكليه ديال الاستاذه زينب المشكوره، لان فيها ادله ضامغه وفيها ما يفيد وفيها ما يساعد الهيئه على ايجاد الحقيقه. بالاسف اليوم كان اضراب، ماشي مشكل، حنا نزيدو نصبروا، صبرنا 16 عام، حنا مازالين نزيدو نصبروا وما يكون الخير ان شاء الله. واللي خص يعرف الجميع، لان هذه المراه اللي كتشوفوا واقفه قبالتكم هكا راه بقدرتي قادر، اما انا راني كنكبر عام على عام وكتنهك الصحه ديالي عام على عام، ولكن سبحان الله العظيم انني تنصب راسي، مازال قاده بداري وبولادي وبهذه القضيه، وكنستمت من اجلها وغادي نبقى بناضله بها حتى نعرف الحقيقه ديال ولدي، لانه وكنتمنى من الله تعالى انني ما نموتش حتى نعرف ولدي حقيقته شنو هي، وباش حتى الاسره ديالنا حتى هي تاخذ واحد القسط من الراحة، نوع من الراحة، يعني جزء لا يتجزأ من الراحة، لأن ما كاين راحة، إنما على الأقل ناخذوا وضع طبيعي اجتماعيا ونكونوا حتى حنا بحال اللي ما مندمجينش في المجتمع، لأن عندنا واحد الهاجس، عندنا واحد لاكون، عندنا واحد الثغرة في الحياة ديالنا ما يضمدها وما يسدها إلا الحقيقة ديال التهامي. وهذا هذا الطلب كنطلبوا من الهيئة ومن القضاء، أنه ينصف يعطي لكل ذي حق حقه. أنا ما باغي نظلم حد، أنا باغي الحقيقة ديال ولدي.
والهيئه والقضاء هو يشوف كيفاش غادي يتعامل مع الظالم ومع المظلوم. انا ما عنديش فين ندخل، الهيئه هي اللي غادي تشوف كيفاش تتعامل مع الظالم او مع المظلوم. نعم. اليوم شنو كتبغي تقولي للمغاربه كاملين من هذا المين؟ المغاربه دائما انا كنفتخر بهم، كونهم تزيدوا نهار على نهار. كنشكرهم بزاف على التلاحم ديالهم، وكنطلب حتى من الاخرين هذيك الفئه القليله اللي هي ضدي الله يهديها الله يهديها. استاذه حياه، هضرتي على الاكراهات اللي كتعيشي انت، بغينا نعرفوا الاكراهات اللي كيعيشوا الابناء ديالك واكيد الابناء حتى ديال الاسر الاخرين. نعم، حقيقه الوالدين كيتعذبوا بدون مناقشه، لا حنا ولا الطرف الاخر. وبالنسبه للابناء ديالي وضعهم حقيقه غير طبيعي، غير تام من الناحيه الاجتماعيه، لان كيعانيوا يعني كيعانيوا بواحد الهوس عندهم في قلبهم في عقلهم. دخلوا للدار كيصيبوا يماهم كدويه على التهامي، خرجوا للزنقه كيصيبوا الناس كيسولوهم على التهامي. حقيقه هاد بين نارين راه ما سهلاش عليهم. حنا بغينا كل شيء هاد المساله تدوس وهاد الحدث يسالي كل واحد ياخذ الحق ديالو ونرتاح، ويرتاحوا حتى الناس المتضامنين معنا حنا عيناهم. انا كنقول لهم اسمحوا لي، راه الا حاسه بكم انكم حقيقه راه شي كي مرض، ولكن يسمحوا لي راه حتى حنا مالين شي، راه حنا عايشين ازمه اجتماعيه وازمه نفسيه ما عندهاش مثيل. حتى ما كندويش غير على وليداتي اللي معايا، حتى بنتي اللي هي خارج اللي في الديار الكنديه حتى هي كتعاني عن بعد، حتى هي كتشوف مثلا شنو كيروج في المواقع الاجتماعيه، واخا كتعيا تغض النظر يعني ضروري كيتفرضوا شي حوايج كتالم. وشنو هي النصيحه ديال وليداتي كاملين ولا بنتي؟ اماما فوقاش غيسالي هاد الفيلم؟ فوقاش غيسالي هاد الموال؟ امتى غيسالي هاد الشيء؟ راه حنا عيينا ماما، راه حنا عيينا. تنقول لهم وليداتي راه خاكم لو كنتي انت ولا انت راه غادي ندير لا ميم شوز، لا اقل ولا اكثر. اذا وليداتي صبروا مع يماكم، دابا ديروا وليداتكم ودابا تحسوا حتى انتم بهذا الشيء اللي كنحس به انا. الله يفرجها على الجميع. أستاذة حياة، بمناسبة ذكر كندا، كنتي دائما على تواصل مع بعض الجمعيات تماك في الديار الكندية، فين وصل هذا الملف مع ذوك الجمعيات؟ نعم، بالنسبة للجمعيات ديال الديار الكندية إن شاء الله يكون خير، شي توصلت به وشي مازال ما توصلتش به، إنما كل حاجة كتاخذ وقتها أبنتي. أستاذة حياة الله يفرجها على الجميع، الله يفرجها على الجميع. مشاهدينا الكرام، كيف ما تبعتوا معنا الجلسة راها تأجلات إلى غاية الجوج في شهر 12، كنضربوا لكم موعد إن شاء الله وغنبقاو على تتبع لهذا الملف وغنوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.